السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال. هذه المره غبرت عليكم شويه غير من اللي هي وصافي، واليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله غيعجبوكم. غنشارك معكم ان شاء الله واحد التورته بالفلون او الكريم باتيسخي، كتجي بنينه بزاف وسهله بزاف التحضير ديالها. وكاين البوريك التركي بالحشوه ديال الجبن، كيجي حتى هو بنين بزاف والوصفه ديالو سهله. وكذلك الكريب اللي كنحضر دائما لوليداتي، الوصفه اللي كنحضرها دائما ما كنبدلهاش حيت كيجي بنين بزاف وكيجي خفيف بزاف. اول حاجه غادي نشارك معكم شي حويجات اللي خديتهم من محل تركي. كانوا دايرين تخفيضات في ليمول ديال الكيك، درت دورة وخديت هكا شي حوايج حتى للدار. بغيت نشارك معكم الحاجات اللي هكا يعني اللي مهمين، ماشي الباقي ديال الخضره وداكشي ماشي ضروري. فلقيت عنده اليوفكا، الورقه ديالهم ديال الاتراك اللي كيعمروها بزاف ديال الحشوات، كيعمروها بالكفته بالسبانيغ بالجبن. ولقيت عنده صراحه، لقيتها عنده فخيش طريه وخفيفه بزاف كتشهي، فخديتها. قبل ما نمشي عند هذا المحل كنت سبق لي مشيت عند محل اخر من قبل وخديت هذه ماشي طريه، هذه كتكون دائما يعني كتبقى مده طويله. هذه صراحه حتى هي زوينه الا ما كانش شي طريه، لان الفخيش راه ما كتكونش دائما، ما كانش كاع كتباع عندنا هنايا في المانيا، عاد رجعوا كيجيبوها. وخديت جوج ماركات، خديت هذه وخديت الاخرى. هذه عجبتني حيت فاش كتهزيها في يدك كتحسي بيها، الورقه ديالها خفيفه بحال اللي طريه. على هذه ب 99 سنت رخيصه، والاخرى كدير 2.50 €. قلت نجربهم نشوف شنو اللي حسن يعني فيهم، وفي الاخير فاش لقيت هذه قلت اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله الوصفه ديال البوريك بهاد اليوفكا اللي كتكون فريش. هذه كتكون صراحه غاليه على الاخرين، يعني الدوبل ديال الثمن، اكثر من الدوبل، المهم 5 أورو، ولكن فيها كيلو، يعني فيها شي 6 ديال الحبات. وخديت الكنافة، هذه الماركة ما عمرني ما جربتها، بغيت نجربها. هذه ب2.50 رخيصة على الأخرى اللي كنت كناخذ. في العادة كناخذها الكنافة بنص كيلو ب4 أورو، 4.50 أورو. هذه ب2.50 أورو. وهادو ليمول البنات، هادو هما اللي نقصوا فيهم، دايرين لهم 6.99 أورو. فيهم اللوينات، فيهم الكحل الكري، وفيهم الابيض، وفيهم تشكيلات، فيهم هاد الشكل هذا، يعني كلهم ثمن واحد، وهاد الشكل في اللون الابيض والفوقاني كما كتلاحظوا بحال اللي خديت انا، اختاريت هاد الابيض. كانوا دايرين في الفيابونك حتى الذهبي، يعني بحال هذا في اللون الذهبي، ولكن قالوا لي راه ما بقاوش، ما عرفتش واش ما بقاوش ولا تسالاو ولا ما جابوهمش كاع. قصدت كانوا في الفيربونغ دايرين الابيض الكحل والذهبي، ولكن فاش مشيت ما لقيتوش. اختاريت هذا الابيض، هذا كيجي الشكل ديالو فاش كتطيبي فيه الكيك كيعطي واحد الشكل، المنظر اللي زوين، وحتى الكاليتي زوينه الصراحه، كيبان زوين. غنجربوه ان شاء الله ونشوفوا. هاد المول حتى هو جبني، وكنت شحال من مرة كنقول غادي نمشي نجيبو. هذا كينفع بزاف الكراتان، الصينية ديال البطاطا، الكفتة، المهم اللي بغيتو، اي حاجة ديال الفران، اي اكلة ديال الفران، وحجم عائلي كما كتلاحظوا. هذا المول هذا البنات ب5.99 أورو، حتى الثمن ديالو جد مناسب، حتى هو رخيص صراحة، والكاليتي يعني شي حاجة اللي زوينة تبارك الله زوين. بالنسبة لهاد التورتة ديال الكريم باتيسخي غنحتاج للزبدة 60 غرام ديال الزبدة على حرارة الغرفة من الأحسن. غادي نحتاج للسكر 25 غرام، عندي 125 غرام ديال الدقيق، بيض بيضة، ونص معلقة ديال الخمارة الكيماوية.
وبالنسبة للطريقة كندير كل شيء في واحد الوعاء، المقادير كلهم كنخلطهم بيديا، كنجمع العجينة ديالي، يعني كل شيء كيتخلط. البنات هنا كتستعملوا يديكم اولا كتستعملوا الطراب اللي جاكم سهل. فهنايا انا غادي نجمع العجينه غير بيديا. بالنسبه ليا الزبده كنت جبتها شويه معطله، ولكن واخا هكاك العجينه كتجمع غير هي، فاش كتكون الزبده رطبه كيكون حسن، كتجمع لكم العجينه ديالكم بسهوله. وهنا من بعد ما جمعت العجينه كتكون شويه كتلصق، ما كتكونش قاصحه بزاف، رشيتها بشويه ديال الدقيق باش تجيني سهله فاش يعني نفرقها في المول. انا خديت المول اللي 20 سنتيم، يعني مول صغير. التورته كتجينا صغيره ما كتجيناش كبيره. كندهن الجوانب ديال المول بالزبده مزيان، وبالنسبه لتحت درت الورق ديال الطبخ. هذا كيعجبني انا احسن من يعني من الدهين ديال المول كله. هكا كيجينا الكيك في الاخر كتحيدوه بسهوله، ما كتلقاوش ما حتى حاجه، ما تلصق حتى حاجه، ما تخسر. الصراحه كيساعد هذا الورق. الا ما كانش عندكم رشوا بشويه ديال دهنوا بالزبده ورشوا بالدقيق. صافي البنات غادي نطلق العجينه بهالطريقه. بالنسبه للقاع كيجينا شويه غليظ، والجوانب كيجيونا رقاق، ما جيناش العجينه من الفوق، يعني الجوانب يجيو رقاقين ما يجيوش غلاط. كنحاول كنطلع في العجينه بهالطريقه غير بالصبع ديالي. المهم الطريقه اللي جاتكم نتوما سهله، كطلعوا العجينه وكما قلت لكم في الوسط كيكون كيبقى شويه غليظ على الجوانب، كطلعوه تقريبا كتخليوه غير سنتيم، لان هاد الكيك غيجينا طالع، فبالتالي خاص حتى العجينه تكون طالعه. من بعد ما طلعت العجينه كلها على المول، دابا كنغي بالصبع ديالي كنضغط في هاد البلايص في الجوانب باش كنقاد الكيك، وكيجينا الشكل ديالو كيجينا يعني مقاد زوين. صافي هنا غندخلو للثلاجه على ما نحضر الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج هنايا البيضه وصفر البيض. صفر البيض يعني بقى لينا من العجينه، غنحتاج 800 ملل ديال الحليب، 200 ملل ديال الكريمه السائله او شلاكزانا. غادي نحتاج هنا معلقه ديال الفانيلا باستا، الا ما كانش عندكم هذه كديروا جوج سرشيات ديال الفاني. غادي نحتاج هنا للسكر، بالنسبه للسكر غادي نحتاج 65 غرام. هنا عندي جوج بكيات ديال البودينغ فيهم 37 غرام في الوحده، وغادي نحتاج رشه الملحه. كناخذ واحد طنجره كنوضع فيها البودينغ. عندي هنايا كما لاحظتوا جوج، كنخلط البودينغ والسكر والبيض، كنضيف له شويه د الملحه، واحد رشه د الملحه، كندير واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا باستا، وكندير غير شويه د الحليب، ما كنديروش كله حتى كنخلط هاد المكونات، وكتذوب داك البودينغ بحال كيما كنخدمو النشا باش ما يبقى يتكونش دوك الكويرات. غنديرو غير شويه د الحليب حتى كنخلطو المقادير كلهم مزيان، يكون عندنا القوام زوين، وعاد كنضيفو الكريمه وكنضيفو باقي ديال الحليب. خديته وضعته فوق البوطه، شعلت عليه النار، وكنبقى مع التحريك المستمر كتبقاو هنايا كتخلطوا حتى كيتماسك القوام ديالو، كيرجع لينا على شكل البودينغ، القوام ديالو متماسك بحال الكريمه الكريم باتيسري. صافي البنات هنا غير كيبقى كيبدا كيبقبق هكا كما لاحظتوا، كنحيدو ومباشره كنكون جبت الكيك من الثلاجه وكنفرغ فيه ديك الحشوه وهي سخونه، يعني كتحيدوها من فوق البوطه كتفرغوها في الكيك ديالكم ديريكت. كنحاول كنقاد الوجه ديالها غير بشي معلقه، يعني هو راه كيتقاد مع السخونيه كيتقاد من بعد. كندخلو الفرن ساخن على 160 درجه، كنخليوه كيطيب، كنديرلو 50 حتى 55 دقيقه، كنريقل الساعه. كياخذ معنا تقريبا 50 55 دقيقه على حسب الفرن دائما، ولكن ما تجهدوش اكثر من 160 لان هاد الكيك دغيا كيتحمر. منين كتقرب تكمل المده الا بالكم كيتحمر بزاف الكيك ديالكم، ديروا عليه ورق الطبخ
باش ما يزيدش يتحمر، باش يجي اللون ديالو يعني ما محمرش بزاف. كما لاحظتوا هنا باقي الحشوه ما متماسكاش، ولكن غير كدوز المده كتطفيو عليه المده ديال 55 دقيقه، كتطفيو عليه وكتخليوه يبرد وكيرجع يشد راسو. واخا كيبان لكم هكاك باقي كيتحرك، باقي كتظنوا ما طايبش، لكن كيكون طايب وهو خاصو غير يبرد باش يشد راسو مزيان. هاد الكيك من الاحسن توجدوه نهار قبل، ضروري يبات ليله كامله باش يبرد ويرجع متماسك القوام ديالو مزيان. كيجينا بحال تشيز كيك، يعني القوام ديالو كيجي متماسك، كيجمد من بعد ما كيبرد، وكيجي خفيف الماكله، وكما كتلاحظوا كيجينا بحال هكا، يعني ما كيبقاش هكا كما لاحظتوا في الفران، كان باقي كيتحرك ديك الحشوه باقي ما شدتش راسها، ولكن من بعد ما كتخليوه ليله كامله في الثلاجه راه كيبرد وكيجينا زوين وخفيف في الماكله. بالنسبه للكريب البنات غادي نحتاج 4 البيضات، 180 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده مذوبتها، جوج معالق كبار ديال السكر ما يعادل 30 غرام، غادي نحتاج لشويه ديال الملحه، وغادي نحتاج 450 مليلتر ديال الحليب. الطريقه سهله، كندير الزبده والبيض، هنا عندي 4 البيضات، الا بغيتو ديروا نص الكميه كديروا جوج بيضات وكديروا نص المقادير. ضفت الملحه، ضفت السكر، جوج معالق كبار ديال السكر، غادي نخلط هاد المكونات مزيان وغنضيف الدقيق. هنا فاش كنضيف الدقيق كنخلط وكندير غير شويه ديال الحليب، ما كنديرش الحليب كله مره واحده، باش هكا العجينه يجينا القوام ديالها زوين وما يتكونش عندنا دوك الكويرات ديال العجين. غادي نخلط مزيان حتى كنلقى الدقيق داب مزيان، عاد كنضيف الكميه اللي تبقات ليا ديال الحليب. صافي هنا فاش كيرجع القوام ديالي زوين بحال هكا، كيكون صافي الدقيق داب عندي، كنضيف في الحليب، كنضيف الحليب شويه بشويه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. كيجينا القوام ديالو هكا خفيف. صافي كناخذ واحد المقله كندهنها، انا عندي هاد السبخاي اللي كيكون فيه الزيت، نتوما كتدهنوا بالزيت ولا بالزبده اللي عندكم، الزبده راه كتعطي لذه زوينه. كندير المغرف ما كنعمروش، يعني على حسب المقله اللي عندكم، هو الكريب من الاحسن ما يجيش غليظ، يجي رقيق وما يجيش عاوتاني رقيق بزاف، ملي كيكون رقيق بزاف بحال اللي كي من الجوانب دغيا كيطيب وكي كيتحرق. صافي البنات كندير الكميه ديال اللي غادي تهز لكم المقله ديالكم. المغرف كما قلت لكم ما كنعمروش، كنخليه كتحمر من التحت، كنقلبها تحمر جهه اخرى، المهم حتى كيتحمر من جوج جهات مزيان. كنعاود ندير وحده اخرى، درت نفس الطريقه، دهنت مزيان المقله. انا عندي هاد المقله ديال لي كريب، نتوما الا ما عندكمش اي هادي كتستعملوا المقله العاديه، ماشي ضروري، يعني انا كنت كنطيب في مقله عاديه كيجي حتى فيها زوين، غير هادي كيجيو الجوانب مقادين فيها. كنخليها كتحمر من التحت، كنعاود نقلبها باش تحمر لي من جهه اخرى، ومره مره كندورها باش تحمر من كل جهه. انا كنستعمل هنا يديا، كننسى راه عندي معلقه حدايا كيعجبني بحال كيجيب لي الله الا استعملت يدي راه دغيا غنسالي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو خفافين بزاف، كيجيو بنان في الماكله. وليدات انا ولدي كيقول لي ديري لي غير هادو ما ديري حتى حاجه كيجيو خفاف وكيجيو لذاد، زوينين للعشيه وزوينين للفطور، وهاد الوصفه كتجي جد رائعه. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم، وحيت الا بغيتو ديروا نص الكميه كديروا نص المقادير اللي عطيتكم. انا خليتهم هكا البنات، ما دهنتهمش، يعني خليت الدراري كل واحد يدير يدهنهم داكشي اللي بغى، اغلبيه كيبغيو النوتيلا، وزينتهم شويه السكر كلاصي. هنايا بالنسبه للبريك غادي نحتاج للجبن، عندي هنايا جبن الفيتا، هنا عندي 500 غرام البنات، غتحتاجوا 500 او 550 غرام،
لهاد البوريك. من الاحسن نصيحة اختاروا الجبن الفيتا اللي ما كيكونش مالح بزاف، حيت كيكونوا فيه بزاف ديال الانواع، وكيكون النوع اللي كيكون مالح بزاف كتسولوا فاش كتمشيو تشريو على اللي ناقص في الملحة. غادي نحتاج المعدنوس، هنا عندي واحد الخمسة ديال معالق كبار ديال المعدنوس اللي قطعتهم هكا رقيق. كنضيف المعدنوس للجبن، كنخلط كل شيء. هنايا بالنسبه للجبن انا فتتو بين يديا، لان كيجي كما كتعرفوه كيجي طرف واحد، فهنايا فتتو وضفت له المعدنوس. غادي نخلط غادي نخلطهم جوج مزيان، وغادي نخليه جانبا. وهذه هي الحشوه اللي غادي نعمروا بها البوريك باش ندهنوا الورقه ويطيب الصوص اللي يطيب فيها البوريك. غادي نحتاج للزيت، عندي هنايا 100 مليلتر ديال الزيت، 250 ديال الحليب، وعندي 50 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، وغادي نحتاج الحبه ديال البيض. كنوضع كل شيء في وعاء وكنخلطهم مزيان. كنجيب المول اللي غادي نطيب فيه، كما كتلاحظوا انا دائما حاجه كنشريها وكندشنها في البلاصه. المهم ماشي ضروري البنات تطيبوا في هذا المول، يمكن لكم تطيبوا في اللاطه ديال الفران. فهنا لصقت الورق ديال المطبخ بشويه، الورق ديال الطبخ بشويه الزبده باش يبقى شهد، وهذا الصوص اللي وجدنا، والجبن واليوفكا الورقه اللي غادي نعمروا بها البوريك ديالنا. كما كتلاحظوا كل وحدة فيها جوج، كانوا ثلاثة يعني ربعة ستة، يعني ستة كيكونوا فيهم كيلو كيوزنوا. هنا كناخد الدائرة ديال اليوفكا وكندهنها بداك الخليط اللي وجدنا ديال الزيت الزبدة والبيض. كاين اللي كيستعمل غير الزيت، ولكن الزبدة كتعطي له واحد لذة زوينة الصراحة. انا خلطت درت الزيت ودرت الزبده صافي، كما لاحظتوا كنجمعها بهذه الطريقه وكندهن هاد البلايص اللي طويناهم هنا من الفوق باش تجينا الورقه كلها شاربه. كندهن مزيان وكندير بالنسبه لهاد الدائره ديال اليوفكا غادي ندير بها جوج، يعني كنعمر هاد الجهه بالحشوه بالجبن. انا هنا خدامة على الطاولة لان جهة اخرى فوق البوطاجين ما عنديش البلاصة، وهاد الورقة كتكون كبيرة خاصها شوية تساع. كما لاحظتوا درت الجبن من جوج جهات، وغادي نقسم هاد الدائرة او هاد المستطيل ديال اليوفكا في الوسط، غادي ندير بهم جوج. والحشوه كديروا عندكم ميزانكم، يعني هنايا كتحتاجوا نص كيلو تقريبا ديال الجبن. يمكن لكم بالنسبه لهذا الجبن تزيدوا له الجبن الموتزاريلا محكوك الا كان كيعجبكم. كنقطع في الوسط، راه الورقه رهيفه يعني كتقطع بسهوله. كنجي هنا في الطرف وكنبقى كنلف في الورقه ديال اليوفكا بهذه الطريقه. كنحاول ندير الطول ديال المول باش يجيني في المول نيشان، يعني كنحط المول وكنشوف عيني ميزاني كنحطو حدايا باش ما تجيناش كبيره وما تجيناش صغيره، تجينا شاده الحجم ديال المول بحال هكا البنات. وكنحط في المول هنايا درت جوج، يعني كل وحده فيها جوج وكتعطينا كل وحده كتعطينا جوج، يعني جوج ديال الدوائر كيعطيونا ربعة. غادي نعاود ندير جوج ندير عفوا سمحوا لي الدائره الثانيه. كندهنها كما كتلاحظوا مزيان بداك الخليط باش تجينا كلها شاربه مزيان. نجي هنايا كنطويها بهذه الطريقه، كنديرها شويه صغيره على الحجم ديال المول باش تدخل النيشان تجي هي هذيك. صافي البنات غادي ندهن هاد البلايص اللي طويتهم من الفوق، غندهنهم مزيان. وغادي ندير الحشوة في الجوانب كما درت الأولى نفس الطريقة.
كنجيب الجبن وكنوضع هنايا كما كتلاحظوا في الطرف والطرف الاخر، اهم حاجة تختاروا الجبن يكون زوين ما يكونش مالح، وما تديروش الملحة في الصوص لان كيكون هذا الجبن كيكون فيه الملحة. صافي البنات كنلوي كما كتلاحظوا، كنلف في الورقة، كندير تانية نفس الطريقة وكنحطهم في المول. غادي نعاود ندير التاني وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية اللي عندي. كما كتلاحظوا هنا كيكون كل واحدة فيها جوج، انا عندي جوج، غادي نحيد واحدة ونخلي واحدة، وهنايا غادي نستمر بنفس كنظن الطريقة راها دابا واضحة. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل وغادي نشوفوا باقي المراحل. بعد ما كملت الكمية ديالي كتبقى لي شويه ديال داك الخليط اللي وجدنا، ضروري تخليو شويه ما ديروهش كله. كنفرغه من الفوق على على البوريك، كنحاول كنفرقه مزيان. هنا كما كتلاحظوا عندنا البرد، حنايا هاد الوقت كاين البرد، داك الزبده جمدات يعني رجعت بوحدها، الحليب بوحدو والزبده بوحدها، ماشي مشكل في الفران كلشي راه كيدوب. خديت واحد البيضه خفقتها مزيان وغادي نديرها من الفوق. من بعد ما درت ديك الصلصه كلها فرغتها فوق البوريك، جبت واحد البيضه خفقتها وغادي نفرقها بشكل متساوي باش تعطينا داك اللون زوين اللي يجينا محمر. من بعد ما كندهنها كنجيب واحد الموس وكنقطعها في الوسط، كتقطع بسهوله صراحه. هاد الورقه يعني دغيا دغيا رهيفه خفيفه، وكنعاود كنقطعها كندير شرائط كما كتلاحظوا كيجينا بحال هكا. دابا غادي نزين بالجنجلان وبالحبه السوداء، يمكن لكم ديروا غير جنجلان يمكن ديروهم بجوج يعني على حسب الذوق. انايا في الوسط ديال كل شريط كندير الجنجلان وكندير الحبه السوداء، كيعطي منظر زوين، والحبه السوداء راها صحيه. بالنسبه للاتراك هما كيديروها بزاف، سبحان الله، الخبز عندهم وفي الفطائر في المعجنات تقريبا كلهم. ندخلوه في الفرن اللي سخنته على 200 درجه، كياخذ معنا تقريبا 25 دقيقه في الفران. دغيا صراحه كيوجد كيتحمر من الفوق ومن الداخل، كيجينا مقرمش من برا، كيجي رطب من الداخل، وكيجي مبرق وبنين بزاف. يعني الناس اللي كيبغيو هكا المملحات صراحه واحد الوصفه اللي زوينه، بالخصوص مع واحد الكاس ديال اتاي. صافي هذه هي الوصفه ديالنا، غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي صراحه كيجي زوين بزاف، وكيجي هاد الورقه كتجي هشيشه بزاف، ونتمنى لكم تجربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. والا ما لقيتوش الورقه اللي فريش يعني ماشي ضروري، راه يعني هذيك ما كتكونش دائما، انا غير زهر لقيتها. وصافي يمكن لكم تستعملوا حتى بهذيك اللي كتكون دائما يعني كاينه عند الاتراك. هنايا غادي ندير واحد الكاس ديال اتاي في هذا الابريق، كما كتعرفوا هذا ما يمكنش نديرو فيه الاتاي ديالنا المغربي، فدرت فيه اتاي ديال الساشي الشاي الاخضر، ودرت معاه شويه النعناع. وهاد اتاي كنديرو تقريبا فاش ما كنبغيش ندير السكر في اتاي كندير هاد الطريقه، يعني كندير الشاي الاخضر مع النعناع، كيجي صراحه زوين، ماشي بحال اتاي المغربي ما تقدريش تشربيه بلا السكر، كيكون قاصح شويه، ولكن هذا ديال الساشي كيجي شويه خفيف. ولكن هنا غادي ندير شويه ديال السكر البني على حسب الدراري باش يشربوا معنا حتى هما.
وصفي البنات، هادو هما الوصفات ديال اليوم. غادي المهم هاد المرة فششت شوية الدراري وتهليت فيهم وحضرت واحد الطاولة اللي متولة، وهادشي البنات ما كيكونش صراحة دائما، راكم عارفين مع الوقت ما كيكونش، مع الستريس غير هادشي كيكون. هي فاش كيكون انسان هكا عنده الخاطر وعنده الوقت. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبكم الوصفات ديال اليوم وعجبكم الفيديو. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. غادي نخليكم مع الفيديو والشكل النهائي ديال الطاولة ان شاء الله.